السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع فيديو جديد من قناتكم عالم الكمبيوتر والبرامج. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في الفيديو بتاع النهاردة بإذن الله هنستعرض على حضراتكم حل مشكلة إن الواتساب لا يعمل على جهاز الكمبيوتر الخاص بيك. لو حضرتك حابب تعرف هنحل المشكلة دي ازاي، تابع معايا الفيديو للنهاية. طبعا كتير منا مثبت تطبيق الواتساب على الموبايل بتاعه، في نفس الوقت مثبته على جهاز الكمبيوتر الخاص على اساس ان هو بينقل منه الملفات بمنتهى البساطه، لكن في اوقات كتير لما بنيجي نشغل الواتساب من على جهاز الكمبيوتر بتاعنا ما بيفتحش او ما بيشتغلش. زي ما هوري لحضرتك كده، لما باجي اضغط على قائمه ابدا واروح رايح على تطبيق الواتساب واضغط عليه الاقي ان التطبيق يقف عند الشاشه ديت وما بيكملش معايا. طيب هنحل المشكله دي مع بعض ازاي؟ بمنتهى البساطه هنروح رايحين على قائمه ابدا، تمام كده، وبعد كده نروح جايين على تطبيق الواتساب نقف عليه ونضغط كليك يمين، وبعد كده ننزل عند حاجة اسمها أكثر، وبعد كده نيجي عند حاجة اسمها إعدادات التطبيقات نضغط عليها وننتظر لحد ما تفتح. هيفتح طبعا إعدادات تطبيق الواتساب. هنبدأ ننزل مع بعض تحت لحد ما نجيب حاجة اسمها إعادة التعيين أو إعادة تعيين التطبيق. هضغط على إعادة تعيين التطبيق. هنا بيقول لي سيؤدي ذلك إلى حذف بيانات التطبيق الموجودة على هذا الجهاز بشكل نهائي بما في ذلك التفضيلات وتفاصيل تسجيل الدخول. مفيش أي مشكلة خالص، كل ده إحنا هنعمله بعد كده، بس عشان نحل المشكلة إن الواتساب ما بيعملش، كل اللي أنت هتعمله تضغط على إعادة التعيين، تمام؟ تبدأ تظهر اللي هي الدايرة اللي بتلف ديت، هننتظر لحد ما إعادة التعيين تنتهي. ونرجع لحضراتكم مع بعض ونشوف التطبيق هيفتح معانا ولا لا. تابع معايا الفيديو للنهاية، لحظات بسيطة. زي ما حضرتك شايف كده هو بيقول لي تم إعادة التعيين. هنبدأ نقفل ونرجع مرة تانية لتطبيق الواتساب الخاص بينا ونضغط عليه ونشوفه هيشتغل ولا مش هيشتغل. زي ما حضرتك شايف كده التطبيق هيبدأ يفتح معايا وأبدأ أعمل عملية تسجيل دخول مرة تانية للتطبيق. كل اللي انت هتعمله دلوقتي ان انت تضغط على اللي هو ابدأ، تمام كده، هيظهر معاك اللي هو البار كود. هتبدأ تروح في نفس الوقت على اللي هو الهاتف الخاص بيك وتفتح تطبيق الواتساب وتضغط على الثلاث نقط اللي موجودين فوق على الشمال، وتضغط على حاجة اسمها الأجهزة المرتبطة، وتعمل تضغط على حاجة اسمها ربط جهاز، وتضغط على متابعة، وتبدأ تمسح الرمز بتاع البار كود اللي ظهر على جهاز الكمبيوتر بيك. هتلاقي على طول حضرتك جهاز او الواتساب بتاعك على جهاز الكمبيوتر عمل تسجيل دخول مرة تانية وتم ربطه بالواتساب الموجود على الهاتف. زي ما حضرتك شايف كده الواتساب اشتغل معايا بمنتهى البساطة، وبكده قدرنا ان احنا نحل المشكلة ان الواتساب لا يعمل على جهاز الكمبيوتر. طبعا بكده الفيديو بتاعنا النهاردة يكون انتهى. لو انت استفدت منه وتعلمت شيء جديد، ما تنساش طبعا ان انت تدعمنا باللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصلك منا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.